من وجهات تشروق الإخبارية المركزية، وحيكم مشاهدينا ورحب بكم في فترة إخبارية جديدة ومتجددة، فترة كل الأخبار مشاهدينا نواكب من خلالها الحدث في الساحة الوطنية والدولية. مشاهدي شروق الإخبارية، لا بأس أن نستهل الموعد الإخباري المفصل معكم بالهام الظاهرة أسفل الشاشة، حيث استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استقبل نائب رئيس مجلس شؤون الدولة بجمهورية الصين الشعبية ليو غاه، كما تبرزه الصور والمشاهد. استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية الجزائر العاصمة صباحة اليوم. استقبل نائب رئيس مجلس شؤون الدولة بجمهورية الصين الشعبية ليو غاه. استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استقبل نائب رئيس مجلس شؤون الدولة بجمهورية الصين الشعبية ليو غاه. كما أشار البيان أن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل نائب رئيس مجلس شؤون دولة الصين الشعبية ليو غاه برئاسة الجمهورية. لا بأس أن أشير إلى أن اللقاء حضره كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف من الجانب الجزائري، ورافق نائب رئيس مجلس شؤون الدولة بجمهورية الصين الشعبية وفد هام. وكان قد استقبل صباحة اليوم الوزير الأول نادير العرباوي، كان قد استقبل بقصر الحكومة نائب رئيس مجلس شؤون الدولة بجمهورية الصين الشعبية ليو غاه. إذن كما تبرزه هذه الصور، الوزير الأول نادير العرباوي استقبل كذلك نائب رئيس مجلس شؤون الدولة بجمهورية الصين الشعبية ليو غاه. سنعود لهذا الملف لأناقشه أول بأول بالتحليل والنقاش مع ضيوفي الأكارم هاتفيا وعبر سكايب. لا بأس أن أشير كذلك لآخر خبر ظهر أسفل الشاشة، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كذلك استقبل برئاسة الجمهورية، كما يبرزه شريط آخر خبر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد سالم والمرزوق. كما أشار بيان كما تتابعونه في الشاشة الكبيرة إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استقبل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد سالم والمرزوق. اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوناس مقران. نتابع تصريحات محمد سالم والمرزوق وزير خارجية جمهورية موريتانيا في هذا العرض. منعود حصل لي الشرف أن تستقبلني فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سيد عبد المجيد تبون، وخلال اللقاء أبلغت فخامة الرئيس تحيات أخيه وصديقه فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد الشيخ العثماني. وكما حملني صاحب الفخامة أن أبلغ تحياته لأخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وخلال اللقاء كدليل فخامة الرئيس حرص الجزائر شعبا وحكومة على الدفع بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وهذه فرصة
وذكر أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين هي علاقات ضاربة بالقدم، ولها جذور مبنية على علاقات الدم وعلاقات تاريخية بين الشعبين الشقيقين. وأشكركم. كما تبعتم مباشرة بعد استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تصريحات وزير الخارجية لجمهورية موريتانيا محمد سالم ولد مرزوق. إذن لا بأس أن نشير متابعي الشروق الأخبارية أن الجزائر في وقت سابق أعلنت مع نواكشوت أعلنت إقامة منطقة حرة للتبادل التجاري بينهما مع بداية عام 2024 بهدف دفع التعاون الاقتصادي الذي شهد تقدما، وهذا خلال الأعوام الأربعة الماضية منذ اعتلاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. العديد من النقاط وزوايا النقاش من تصريحات وزير الخارجية الموريتاني سأناقشها مع ضيفي الكريم. نشير إلى أن الجزائر أعلنت في وقت سابق وسبق لها أن أعلنت استئناف تجارة المقايضة مع موريتانيا ومالي والنيجر، وذلك بعدما توقفت في عام 2020 بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة في منطقة الساحل بغرب إفريقيا. كذلك نعود فقط ونشير إلى أن الجزائر نواكشوت محور عمل بوتيرة متسارعة من أجل التوسع في السوق الموريتانية التي تعتبر بوابة للعبور نحو العديد من الدول الأفريقية، بعد أن ظلت السوق المغربية هي المزود الرئيسي لموريتانيا عقودا من الزمن. طيب متابعي الشروق الأخبارية، دعوني فقط أمر لضيفي الكريم هاتفيا لأناقش معه نقاط عدة وزوايا أبرزها التعاون الاقتصادي الذي شهد تقدما في محور الجزائر نواكشوت. رحب بضيف الكريم الأستاذ أحمد حدوسي الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، ورحب بك معنا سيدي. مساء الخير. مساء نور، شكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا بك أستاذ أحمد حدوسي. كما سبق وأشرنا، الرئيس عبد المجيد تبون استقبل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوق. إذن اللقاء الذي كان فرصة سانحة للعودة للبرامج وطبعا الأهداف التجارية الاقتصادية المسطرة في الأربع سنوات الماضية، ولا بأس من أبرز البرامج المسطرة الاقتصادية هي إقامة منطقة حرة للتبادل التجاري بين الجزائر وموريتانيا مطلع 2024. يبدو أن الهدف بات قريب بزيارة وزير الخارجية، أليس كذلك؟ فعلا، اليوم تعتزم الحكومة الجزائرية على الرفع من صادراتها إلى الخارج، وخاصة منطقة الغرب الإفريقي، وتعتبر موريتانيا بوابة إلى الغرب الإفريقي، وهذا لن يتم رفع حجم التبادل التجاري إلا عن طريق وضع تصور واستراتيجية محكمة. هذه الاستراتيجية ترتكز على عدة نقاط، من بينها مناطق حرة، ومن بين الأربع مناطق الحرة التي تعتزم الجزائر إنشاءها منطقة مع دولة منطقة تبادل حرة مع موريتانيا، وهذا من أجل كما قلنا لتنشيط الديناميكية الاقتصادية في المنطقة والرفع بالصادرات الجزائرية نحو دولة موريتانيا. وصحيح أنها ارتفعت بمعدلات متسارعة، لو نتحدث فقط قبل فتح المعبر الحدودي لم تكن تتعدى المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا 2 مليون دولار، وهو رقم زهيد جدا. اليوم ارتفعت بوتيرة متسارعة إلى 50 ثم إلى 87 ثم إلى أكثر من 100 مليون دولار، واليوم تستهدف الحكومة على القريب العاجل الوصول إلى أكثر من 200 مليون دولار، وهو رقم مهم جدا. صحيح أن العلاقات كما أشار وزير الخارجية لدولة موريتانيا جيدة طيلة أكثر من 60 سنة، يمكن تقييم العلاقات السياسية والتاريخية بين الجزائر وموريتانيا في الخانة الجيدة، لكن
لم تنعكس على الجانب الاقتصادي. لذلك اليوم الحكومة تعول على الاستثمار في العلاقات المتميزة السياسية مع موريتانيا من أجل الدفع بالديناميكية الاقتصادية ورفع من حجم التبادل. صحيح أن هذه المنطقة منطقة حدودية، منطقة حرة للتبادل، فتخلق ديناميكية اقتصادية، لكن لها أبعاد أخرى ثقافية وحتى اجتماعية. وكان أشار الوزير الخارجية الموريتاني إلى رابطة الدم بين الشعبين، وبالتالي إنشاء منطقة سيخلق هذا البعد الاجتماعي بين الدولتين، بل كذلك أنه سيسمح وستكون نقطة التقاء لرجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الموريتانيين من أجل إقامة مشاريع مشتركة سواء هنا في الجزائر أو حتى في الاستثمار في موريتانيا من أجل تلبية السوق الداخلي لموريتانيا وللجزائر، ولما لا التعويل على منطقة الغرب الأفريقي كما أشرنا، وخاصة أن موريتانيا اليوم مع بداية هذه السنة ستبدأ تصدير دخول عالم أو قطاع تصدير الغاز على مستوى العالم، وبالتالي ستكون لها عوائد مالية معتبرة أكيد ستنعكس على الطلب المحلي، وبالتالي تكون الجزائر من الدول التي رافقت موريتانيا في هذا المسار. وبالتالي كذلك نقطة مهمة أخرى هي أن اليوم موريتانيا ستقوم إنجاز معبر أو جسر مهم يربط بين موريتانيا والسنغال، وهذا الجسر سيسمح بتقليص المدة من موريتانيا نحو السنغال. ولما نتحدث عن السنغال نتحدث عن كل دول الغرب الأفريقي، وبالتالي فرصة كبيرة جدا للمنتجات الجزائرية للدخول إلى هذه السوق، خاصة كما قلنا أن من أجل رفع حجم التجارة الخارجية الجزائر ارتكزت على مجموعة من النقاط من بينها هذه المنطقة الحرة، بالإضافة إلى المرافقة المالية من خلال فتح بنوك جزائرية في الخارج سواء في موريتانيا أو في السنغال، كذلك المرافقة البحرية من خلال فتح خط بحري نحو هذه المنطقة نحو نواقشوط وداكار في السنغال، كذلك تعبيد الطريق، ونتحدث عن اللوجستيك ويعتبر مهم جدا، تعبيد الطريق من الجزائر نحو من تندوف الجزائرية نحو أول مدينة الزويرات التي تبعد تقريبا 800 كيلومتر عن الحدود الجزائرية، وبالتالي سيسمح برفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما قلنا لأن العلاقات السياسية جيدة جدا بين البلدين، ويجب أن تنعكس هذا البعد السياسي على البعد الاقتصادي. نعم، بما أنك تحدثت سيد أحمد حدوسي عن المعابر والمعبر زويرات التي تعول عليه الجزائر اليوم العبر طبعا من تندوف لصحراء موريتانيا، ولاية تندوف الجزائرية مع الزويرات الموريتانية، يعني من المنتظر أن تكتمل أشغال نهاية العام. نتحدث أنه حتى في إطار أزمة كوفيد-19 نجح البلدان في تسيير جسر جوي لضمان استمرارية التبادل التجاري والحركة الاقتصادية، لأنه الرقم اليوم افتتاح المعبرين الحدوديين عام 2024 اكتملت أعماله بنسبة 90% حدي الساعة. اليوم ما المنتظر من هذا المعبر بين تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية؟ كيف يمكن أن يكون مجال لاقتحام وولوج لعمق السوق الأفريقية؟ صحيح أن المعبر فتح منذ سنوات قليلة، لكن تم تهيئة المعبر اليوم وتجهيزه بمستوى بجودة عالية وبنائه بتقنيات ذات تنعكس من الطابع المحلي في البناء، وهو مهم جدا هذا الأمر، وخاصة أن استعمال مواد البناء محلية صنع اليوم. صحيح أن حجم التجارة بين البلدين كما قلنا اليوم في ارتفاع وفي وتيرة متصاعدة جدا، وهذا مهم جدا. كذلك اليوم أن الجزائر تستهدف ليس فقط السوق الموريتاني وإنما السوق الغرب الإفريقي ككل، وكذلك حتى كما قلنا أنه من خلال هذه المنطقة إقامة الهدف كذلك ليس فقط التصدير أو الاستيراد من موريتانيا بعض المنتجات التي يحتاجها الجنوب الغربي الجزائري، نتحدث عن من بشار تندوف إلى غير ذلك الجنوب الجزائري يحتاج بعض المنتجات يمكن جلبها من السوق الموريتانية. كذلك
لذلك الشيء المهم أنه يمكن أن ينشاء مشاريع مشتركة من أجل الولوج إلى السوق الإفريقية، وأن الجزائر وموريتانيا كلاهما دولتان ضمتا إلى منطقة التبادل الحر الإفريقي، هذه المنطقة التي تمنح امتيازات للمنتجات الإفريقية، والجزائر لديها العديد من المنتجات تستوفي شروط المنطقة ب يعني نسبة اندماج كبيرة جدا، وبالتالي يعتبر كمنتوج إفريقي يمكن استفادة من مزايا جمركية وحتى ضريبية، وبالتالي تكون عنده قابلية للتنافس في هذه السوق الغرب الإفريقي، خاصة أنها سوق واعد والسوق كبيرة من حيث الكثافة السكانية، وحتى كذلك موريتانيا كما قلنا مع تحقيق معدلات نمو داخلية وبداية تصدير أولى الشحنات من الغاز، أكيد أن هذا كما قلنا سينعكس على الجانب الطلب الداخلي، وبالتالي فرصة كبيرة للبلدين من أجل أن تنعكس الجانب السياسي والتاريخي وحتى الاجتماعي بين البلدين على البعد الاقتصادي. الجزائر اليوم قطعت أصوات كبيرة في بعض المنتجات، خاصة المنتجات التي حددها قانون الاستثمار وأعطاها أولوية، نتحدث عن قطاع مواد البناء، اليوم الجزائر يمكن تصديرها أكثر من 10 مليون طن من الإسمنت، وكذلك نتحدث عن الحديد، نتحدث عن منتجات كهرومنزلية، نتحدث كذلك عن مواد التنظيف، نتحدث عن مواد التحويلية والغذائية والتي يحتاجها الغرب الإفريقي، والأرضية خصبة ومرافقة موجودة من خلال البنوك الجزائرية هناك والمعابر الحدودية من خلال الطريق وكذلك حتى من خلال المعبر الحدودي، إذن كل الظروف مهيئة، بالإضافة إلى إقامة حتى معارض دائمة هناك يسمح بتواجد الدائم للمنتجات الجزائرية، وشهدنا أن اليوم فاق نسبة تواجد المنتوج الجزائري 23% وهو في ارتفاع مستمر، وتستهدف الجزائر أكثر وأكثر، لأن كما قلنا منتجات الجزائرية تعتبر ذات جودة معتبرة وتراعي الخصوصية المستهلك سواء في الداخل الجزائري أو حتى في الغرب الإفريقي، لذلك فرصة كبيرة للبلدين من أجل تعزيز التبادل التجاري بينهما. طيب دعني فقط أشير، بما أنك أشرت لقانون الاستثمار تحدثت عن مساعي الجزائر إلى الولوج والدخول إلى نادي الدول المصدرة نحو البلدان الأفريقية التي تملك صناعات متنوعة، اليوم الشراكات الجزائرية في عديد المجالات، نتحدث عن مجال مواد الصيدلة، مواد البناء والأشغال، والمنتجات الزراعية الفلاحية، اليوم الجزائر تسعى لاستبدال شركائها التقليديين مع شركاء من القارة الأفريقية تحت لواء قانون الاستثمار الجديد. الشراكات الجزائرية ترى أن موريتانيا طبعا هي بوابة لمنتجاتها نحو غرب أفريقيا، والتي تشكل أسواق كذلك لمراكز جذب للمستثمرين. برأيك إلى أي مدى اليوم المتعاملين الاقتصاديين قد تعطى لهم وتتوفر إليهم الإعفاءات الجبائية والضريبية والامتيازات والعديد من كما سبق وأشرنا من الامتيازات، وهذا في إطار الولوج للسوق الأفريقية، وأتحدث هنا عن غرب أفريقيا ثم الدول الأخرى من بوابة موريتانيا طبعا؟ نعم، هناك تحفيزات سواء على مستوى الداخلي أو على مستوى الخارجي، نتحدث عن على مستوى الداخلي وهي المرافقة التي تقدمها وزارة التجارة سواء على مستوى دعم تكلفة الناقل أو حتى المرافقة الجبائية اللي حددها كذلك قانون المالية لسنة 2024 من خلال تحفيزات الجبائية الممنوحة للمصدرين، هذا على مستوى الداخل، وكذلك حتى المرافقة الدبلوماسية من خلال اعتزام الحكومة في كل مرة أو في كل مرة الحكومة تحاول تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية في الخارج من أجل إيجاد أسواق خارجية للمنتجات الجزائرية أو حتى جلب مستثمرين أجانب إلى الجزائر. إذن من الناحية الداخلية الحكومة تبذل جهد كبير من أجل رفع هذا الجانب الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري مع الغرب الإفريقي. شكرا لك جزيلا الشكر على مداخلتك معنا هاتفيا، الوقت انتهى.
الشكر موصول لك سيد أحمد حيدوسي الخبير الاقتصادي.